السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. الرئيس الموريتاني يجري أولى محطات زيارته التي يقوم بها لولايتي الحوض الشرقي والغربي والتي تستمر 10 أيام. مناديب عم السنيم المضربون في الزوارات يبدون استغرابهم من رفض المفد الرئاسي التوقيع على الاتفاق وينفون تهم التسييس الموجهة إليهم. وفي الرياضة تتابعون أيضا اختيار قائد منتخب المرابطون سابقا باقايوكو موسى ضمن التشكيلة الأخيرة يثير بعض اللغط في الوسط الرياضي. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أنهى الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز اليوم الأول من زيارته لمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، حيث بدأت أولى محطات زيارته لولايتي الحوض الشرقي والغربي والتي ينتظر أن تستمر 10 أيام. وقد قام الرئيس خلال زيارته للنعمة بجولة ميدانية للإطلاع على مرافق عمومية ومشاريع يجري العمل بها منذ فترة. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. استقبال كبير خصصه سكان مدينة النعمة للرئيس محمد بن عبد العزيز الذي يزور الولاية في إطار جولة تفقد واطلاع على أوضاع السكان بين يدي سنة جفاف مبكر، يتخوف السكان من أن يكون له تأثير سلبي على واقع حياتهم في ظل ضعف استجابة الحكومة لتطلعات المواطنين. آلاف السكان احتشدوا في الطرقات يحملون صور الرئيس وشعارات منظماتهم، كل حزب بما لديهم فرحون، رقص وغناء وأفراح وأناشيد تعالت من بين الأروقة وعلى جنبات الطرق الرئيسية في النعمة. الرئيس كان حريصا على مصافحة الكثيرين من المصطفين لاستقباله، وكالعادة يزدحم العشرات على الرئيس للحديث إليه وتوصيل رسائلهم وشكاواهم المكتوبة والتي يحيلها الرئيس في الغالب لأحد مرافقيه. السكان في النعمة مبتهجون بالزيارة التي يعلقون عليها آمالا كبيرة، غير أن الرئيس لم يلقي خطابا أو كلمة، وستتميز الزيارة بإجراء لقاءات بالمئات من الأطر والوجهاء والسياسيين المحليين في الولاية. الرئيس زار مشاريع عدة كمستشفى النعمة ومشاريع مصنع الألبان وطريق النعمة باسكنو بانجو فصالة ومشروع جلب المياه للنعمة من بحيرة الظهر. وبمناسبة سنة التعليم زار الرئيس ثانوية الامتياز وثانوية النعمة وأشرف على توزيع معدات رياضية على الأندية الرياضية في المدينة. ومعنا عبر الهاتف مدينة النعمة مفد قناة المرابطون أبو بكر واللمام. أبو بكر، ما هي أبرز النشاطات التي قام بها الرئيس اليوم؟ كيف كان تعاطي السكان مع الزيارة؟ بالنسبة لي أبرز الأنشطة التي قام بها الرئيس محمد بن عبد العزيز اليوم في النعمة منذ وصوله إلى ساعات الصباح هو زيارة لثانوية الامتياز هنا في المدينة، تجول في بعض القاعات، التقى بالمدير والتقى ببعض الأساتذة. المحطة الثانية كانت في المستشفى الجديد كما يسمى هنا في مدينة العيون، حيث أيضا زار بعض غرف الحجز والتقى بمدير المستشفى وبعض الممرضين والأطباء. المحطات التي جاءت بعد ذلك كانت مجموعة مشاريع قيد الإنجاز هنا في مدينة النعمة، على رأسها مشروع مياه الظهر ومشروع توسعة الكهرباء في مدينة النعمة وأيضا مشروع الألبان، بالإضافة إلى مستشفى تجري أعمال بناؤه منذ مدة. أيضا زار طريق متجه إلى أمرج باسكنو، قطع حوالي 20 كيلومتر وتوقف الوهد ثم عاد إلى المدينة، وكانت محطته الأخيرة هي هذه الزيارات، هي زيارة للثانوية التقنية، واكتملت معها المحطات التي زارها الرئيس اليوم في مدينة النعمة. كيف كان تعاطي دار الولاية للنقيب؟ إذن كيف كان تعاطي السكان مع الزيارة اليوم؟ أبو بكر، كيف كان تعاطي السكان مع الزيارة اليوم؟ تعاطي السكان يمكن قول أنه تجلى بحشود كبيرة كانت موجودة داخل المطار وخارجه على طول الطريق الذي يربط المطار
بطريق الأمل، هم مع طريق الأمل باتجاه وسط المدينة حيث مبنى الولاية. كانت الجماهير حاشدة استقبلته في هذه في الصفوف على طول الطريق. أيضا خلال مروره من هذه الحشود، بعضهم كان يرفع حاويات مياه فارغة كتعبير عن مطالب السكان بتوفير المياه، حيث مدينة النعمان هذه الأيام تشهد أزمة عطش حادة. إذن ما هو جدول أعمال الزيارة خلال يوم غد؟ جدول أعمال الزيارة خلال الأيام القادمة يبدأ من الصباح غد، حيث سيتوجه نحو مدينة ولاتة. هناك يتوقع أن يزور المستشفى والجامع العتيق بالمدينة، وكذا بعض المكتبات التاريخية هناك. ثم يتوجه في المساء إلى بيكة الأحواش، وفي الأيام الموالية سيزور باقي مدن ولاية الحوض الشرقي، يتجه إلى فصالة وباسكنو وأمرج وديقاني وتنبرة. نعم، أبو بكر والإمام وفد وقناة المرابطون. بالنسبة للمساء اليوم أيضا كان مخصص للقاء مع الوجهاء في مبنى الولاية من ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم، وحتى الآن لا تزال الحشود أمام مبنى الولاية ضمن الطابور من أجل الدخول على الرئيس محمد عبد العزيز في مقر الولاية. إذا أبو بكر والإمام وفد وقناة المرابطون إلى مدينة النعمة، شكرا جزيلا لك. إلى مدينة الزوارات، حيث قال مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنيم المضربون عن العمل في الزوارات إنهم تفاجأوا من امتناع المفد الرئاسي النائب بكر يحيى عن التوقيع على الاتفاق الذي اتفقوا عليه خلال جلسة مفاوضات عقدوها ليلة البارحة. ونفى المناديب خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم بالزوارات أن يكون لإضرابهم أي طابع سياسي، مؤكدين استعدادهم للحوار واستقبال مختلف المبادرات. السنين ليه ما توقع على الوثيقه الجايين هما؟ نحن ما انا معتبرينه لاننا نوقع عليه. هذا كنا نختاروا الراي العام يعلم به ويعرف انه ما نحن هما ما بين عن التسويه. ولا ننطلق لكم شوي ان قضيتنا سياسي وقالنا شنو السياسيين. نحن اذا كنا سياسيين ولا ندور المصلحه العامه ومن المعارضه ما نقبلوا نقعدوا مع مدة من حزب واحد. هذا هو المبادرة، وأغلب المبادرات اللي قلطين اجبرنا من حزب الحاكم. يقول نحن ما عندنا نوايا سياسية ولا هو عدم سياسنا، حد كامل مد يدو للحلول نحن مستعدين. يقول ما فهم خطوط حمراء تندار علينا ولا يعني فرصة وعلى الشروط نو خارج اللي وفاق يعود في مصلحة الأطراف كاملة، شو ما في مصلحة الأطراف كاملة، احنا ما مستعدين. ومعنا عبر الهاتف في مدينة الزوارات الصحفي أحمد والمحمد المصطفى. أحمد، إلى أين وصلت مبادرة التفاوض؟ تقريبا يمكن القول أنها وصلت إلى طريق مسدود، وربما من مؤشرات ذلك مغادرة النائب البرلماني أبو بكر يحيى الذي كان يقودها. غادر في رحلة الموريتانية مساء اليوم إلى نواكشوط. صحيح أن مناديب العمال وقبيل دخولهم في المؤتمر الصحفي أعلنوا أنهم تلقوا اتصالا جديدا، لكنه اقتصر على سؤالهم عما إذا كان لديهم جديد في موضوع قبول المبادرة كما هي. يمكن القول هنا أن مسألة توقيع الموفد الرئاسي على الاتفاق ودعوته للمناديب الاكتفاء بالتزام اللفظي هو ما أوصل المبادرة إلى طريق مسدود، وبالتالي ما لم تحل هذه القضية فالمناديب العمال يعتبرون أنها انتهت وأنها تنضم إلى قائمة مبادرات كثيرة سبق وأن عرضت من انطلاقة الإضراب في نهاية شهر يناير الماضي. طيب، انسحاب أحد المناديب ما هو تأثيره على الإضراب؟ هذه النقطة أخذت جزءا من حديث المناديب خلال المؤتمر الصحفي اليوم، كما أخذت جزءا من خطابهم في المهرجان المسائي هذا المساء، وقد حرصوا خلاله على حشد أكبر كم من العمال وكذلك من المتضامنين معهم،
وتحدثوا خلال المهرجان عن غياب أي تأثير لهذا القيادي الذي اعتاد ربط أنشطتهم خلال الأيام الماضية والأسابيع، وتحدثوا عن أنه بالنسبة لهم كانوا يكلون إليه دورا ثانويا ولم يكن يواكب اجتماعاتهم، وأن انسحابه تأخر كثيرا حسب توقعاتهم كانوا يتوقعونه خلال الأسابيع الأولى. كما أكدوا أنه لم يأخذ صفة المندوب وإنما هو نائب مندوب حسب الانتخابات الأخيرة، وبناء على ذلك كانوا يمنحونه هذا الدور خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي لا تأثير لانسحابه عن الإضراب كما يقولون، بل يذهبوا أكثر من ذلك حينما قالوا أنه لم يذهب معه أي عامل آخر إلى العمل، بل ذهب وحده وأعلن المؤتمر الصحفي نظم المؤتمر الصحفي وحده وأعلن الانسحاب وحده، ولم يقم بأكثر من دعوة بقية العمال إلى ترك الإضراب والالتحاق بعملهم دون أن يقوم بخطوات عملية في إقناع بعضهم بالتخلي عن الإضراب. يعني هل ثمت مخاوف من تمدد هذه الانسحابات إلى آخرين؟ مع بداية وصول الوفد الموفد الرئاسي كثر الحديث عن دور ثنائي يقوم به هذا الوفد المتكون من النائب البرلماني أبو بكر يحيى ورئيس قطاع المعادن بال أمادو تيشان. الدور الأول هو هذه الوساطة التي دخلوا فيها وتسلسلت في مفاوضات مباشرة مع منادي العمال. أما الدور الثاني فهو العمل على إقناع بعض العمال المشاركين في الإضراب من خلال اتصالات فردية أو جماعية في بعضهم من أجل التخلي عن الإضراب والعودة إلى عملهم مقابل إغراءات فردية أو جماعية للتخلي عن الإضراب. منادي العمال وكذلك منسقية الإضراب قالت إنها أدركت هذا الدور مبكرا وبدأت في عمل عكسي له للحد من آثاره، تجسد ذلك في جولات كانوا يقومون بها بل وزيارات للمنازل لدعوة العمال إلى التمسك بإضرابهم والمضي فيه حتى تحقيق مطالبهم. نعم، لكن هل من تخوف من تمدد هذه الانسحابات أكثر؟ هذا ما تحدثت عنه آنفا، أنه بعد 45 يوم أنا واكبت كما ذكرت البارحة جزءا من جولة المناديب على القطاعات العمالية في المدينة. ما بدأ لي من الصورة العامة هو أن العامل العادي في هذا الإضراب أكثر تقدم موقفه أكثر تقدما على موقف القيادي النقابي، وبالتالي القيادي النقابي مضطر بأي خطوة يتخذها لجهد إقناعي كبير، خصوصا إذا كانت في اتجاه التنازل. وجد المناديب خلال 24 ساعة أو 48 ساعة الماضية خلال مواصلة مفاوضتهم مع الموفد الحكومي وجدوا ضغوطا هائلة تحدثوا عنها على المنصة، هي أن العمال يقولن لهم كيف ننهي إضرابنا ولم تحقق لم يتحقق المطلب الذي أضربنا من أجله، كيف نكتفي بإجراء تراجع عن إجراءات كانت لاحقة على الإضراب ولم تكن سببا فيه، وبالتالي الانسحابات تظل واردة. لكن حتى الآن منسقية الإضراب وهي الحلقة الأقوى فيه، هي الحلقة التي تربط ما بين مناديب العمال والعامل العادي، ترى أن الإجراءات التي اتخذت كفيلة بالحد منها إن حصلت وستكون حالات فردية كما يقولون. طيب، ما هي إمكانيات الصمود في ظل الوضع الحالي للعمال بلا موارد ولا رواتب؟ مع نهاية الشهر الماضي شهر فبراير كان الكثير من المراقبين هنا يتحدثون أن نهاية الشهر قد تشكل ضغطا على العمال، خصوصا مع خروج كشوف الرواتب وهي تحمل أسفارا، وكانوا يرون أن الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون شهرا حاسما، خصوصا جانب الضغوط المالية وحديث العديد منهم عن عجزه عن تسديد واجباته المالية سواء الدراسية لأبنائه أو لعائلاته أو حتى للعائلات التي تعتمد عليه في بقية موريتانيا، لأن الناظر للعمال المضربين هنا يدرك أنه ما من منطقة في موريتانيا إلا يوجد جزء من ساكنتها هنا، لكن العمال يقول أنهم تجاوزوا هذا وأنهم يدركون أن صمودهم ومضيهم في الإضراب سيحق لهم ليس راتب الشهر المقطوع فقط وإنما مكاسب مادية أكثر، سبق وأن ظنوا أنهم تجاوزوها توقيع اتفاق في مايو 2014. نعم، إذا الصحفي أحمد والمحمد المصطفى كنت متحدثا إلينا من مدينة الزوارات، شكرا جزيلا لك.
من ناحية أخرى، أعلن القيادي في أدراب أعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين بمدينة الزوارات جدنا والمونك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم انسحابه من الإضراب، متهما المضربين بتسييس إضراب العمال. وطالب والمونك زملائه المضربين بالالتحاق بعملهم وعدم المواصلة في إضراب مسيس وغير نقابي وفق تعبيره. هذا وقد مر على إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين في مدينة الزوارات أكثر من شهر ونصف أمضوه في إضراب مستمر تخللته في الآونة الأخيرة مبادرات تحاول إنهاء المشكل بين العمال والشركة، لكنها لم تفضي بعد إلى حل نهائي، وما زال العمال يؤكدون استمرارهم في الإضراب إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. 45 يوما على إضراب عمال الشركة الوطنية لصناعة والمناجم سنيم، وما زالت الأزمة مستمرة رغم آثارها السلبية على مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ففي 30 من يناير الماضي دخل 3700 من عمال الشركة في الزوارات في إضراب مفتوح عن العمل إثر رفض الشركة تطبيق بند زيادة الأجور الوارد في اتفاقية مايو 2014 قبل أن ينضم إليهم نظرائهم في مدينة وذيبو في 2 من مارس الجاري. وتسبب الإضراب في توقف تصدير الحديد إلى الخارج محدثا شللا داخل أكبر شركة للمعادن في موريتانيا. إدارة الشركة اتبعت سياسة تجاهل الأزمة في البداية قبل أن تصدر بيانا اعتبرت فيه الإضراب غير شرعي نفذته نقابة واحدة ولا تأثير له على مستويات الإنتاج، وأتبعت البيان بحزمة قرارات بفصل ومعاقبة عدد من العمال المضربين. في المقابل صمد العمال طيلة شهر ونصف رغم تأثير الإضراب عليهم اقتصاديا ومعيشيا، واستمروا في تنظيم مهرجاناتهم ومسيراتهم اليومية، وتمسكوا بمطلب تنفيذ بقية بنود اتفاقية مايو داعين إدارة الشركة للحوار. توالت المبادرات بحثا عن حل، وكان بند رجوع العمال إلى عملهم أولا الثابت الوحيد في هذه المبادرات، ما جعلها تصطدم بصخرة الرفض العمالي باعتبارها مجرد حواش وشروح على مضمون مبادرة وزير النفط والمعادن. وفي 12 من مارس بدأت جلسات حوار خاص بمبادرة يحملها النائب بايحيا الذي قدم نفسه لمناديب العمال على أنه موفد من رئيس الجمهورية. وبعد أيام من التفاوض توصل الطرفان إلى مسودة اتفاق رفض الموفد الرئاسي التوقيع عليها مدعيا أن تعهده اللفظي كاف، وهو ما رفضه العمال مستغربين أن يطلب منهم وقف إضرابهم وفق اتفاقية شفهية، وهم الذين يطالبون بتنفيذ بنود اتفاقية مكتوبة موقع عليها من طرف الشركة ومفتشية الشغل ووالي الولاية. مبادرة بايحيا لا تختلف كثيرا عما سبقها من مبادرات، غير أن العمال قبلوا بها على مضض نظرا لطريقة اللبقة التي قابلهم بها الموفد الرئاسي في البداية، وسعيا منهم لإظهار مرونتهم بعد أن استعصت الأزمة على الحل ووجد العمال أنفسهم وحيدون في مواجهة إدارة متعنتة وحكومة متواطئة ومجتمع سياسي ما بين متآمر ومتخاذل. توقف عشرات الحمالين بميناء واكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة عن العمل لمدة 3 ساعات احتجاجا على ما سماه عدم التزام السلطات الموريتانية ببنود الاتفاقية التي وقعت عليها قبل نحو 2 عامين. وقال العمال ان السلطات تماطلهم في كل مرة بتحقيق المطالب التي التزمت بتحقيقها، كما نددوا بما سموه الواقع المأساوي الذي قالوا انهم يعيشونه. وضعية العامل اللي يعيش اليوم وضعية مزرية للقاية، وضعية ما يعيشها المواطن والله المستوطن الفلسطيني، ما يعيشها أي إنسان في الكرة الأرضية. هذه الوضعية اللي يعيشوا العمال اليوم وضعية مأساوية، وضعية تآمر عليهم، وضعية تشتيت لأفكارهم وتشتيت لبنيتهم هم والكيانهم بهم. اللي هذو العمال قط عدلوا اللي له 2 سنة ثورة مطالبين بتحسين ظروفهم، وعدلت الدولة معاهم التزامات وذا هي في هذه الوثيقة اللي هي، وكانت تتم تطبيقها يوم 7 في الشهر 5 من 2013، ومن ذاك اليوم إلى اليوم ما زالت الدولة كل شهر تعطيهم ميعاد، وذاك الميعاد يعود لا أساس له من الصحة.
احتج العشرات من مناضلي مبادرة انبعاث الحركة الناطقية إيرا صباح اليوم أمام وزارة العدل بنواكشوط مطالبين بإطلاق سراح معتقلي المبادرة. وندد المحتجون باستمرار اعتقال زملائهم مؤكدين على الاستمرار فيما سموه الاحتجاج السلمي إلى أن يتم إطلاق سراح قيادات ومناضلي الحركة المعتقلين. تعالت بعض الأصوات المعارضة لاختيار قائد منتخب المرابطون باقايوكو موسى ضمن تشكيلة المنتخب الأخيرة والتي من المقرر أن تواجه المنتخب الغامبي في 28 من الشهر الجاري. هذا ويأخذ بعض المتابعين على قائد المنتخب السابق تراجع الأداء في الفترات الماضية جراء الإصابات التي تعرض لها في بعض المباريات. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. هل يستحق قائد المنتخب الوطني سابقا باقايوكو موسى مكانته في تشكيلة المنتخب حاليا؟ وحين كشف عن اسمه في التشكيلة الأخيرة، هل كان ذلك الاختيار صائبا وموفقا؟ قائد المنتخب الوطني هو لاعب ذو خبرة وأفضل ركائز المنتخب في منطقة الوسط على مر تاريخه. هذه ليست إشكالية مطروحة ولا محل نقاش لدى البعض، بل بإجماع من الأسرة الرياضية في الظرفية الحالية. لكن اللاعب تراجع أداؤه كثيرا في السنتين الماضيتين، وما عاد بذلك العطاء والسخاء على أرضية الملعب، بل إنه صار حملا ثقيلا على تشكيلة المنتخب كما يرى كثيرون. وحين يدخل أساسيا هي دقائق معدودة ويسقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة. ومن المعروف أن باقا هو أكثر اللاعبين إصابات، والإحصائية تقول إنه لم يشارك في 4 لقاءات للمنتخب بداعي الإصابة، ومع ذلك مكانته دوما محجوزة في المنتخب الوطني في كل رحلاته، حتى صارت أكثر أوقاته جوا بينما أقلها حين يكون على أرضية الملعب. في آخر لقاء له أمام الإكسار في دور درجة أولى وعلى بعد أيام من مواجهة المنتخب الغامبي، ظهر القائد سابقا بطيئا في منطقة الوسط، وحين حاول استرجاع الكرة أو تعطيل المرتدات والربط بين الهجوم والدفاع هي دقائق فقط كانت كافية لسقوطه على أرضية الملعب مصابا من جديد، ليعود لمربع الإصابات من جديد على بعد أيام من مواجهة غامبيا. فهل حقا ورقة القائد لم تعد رابحة ولا رائجة في سوق لاعبين؟ كل قطعة فيه تدفع بالأخرى إن كانت تستحق ذلك. وكرة القدم كما يقال هي لعبة مكشوفة وواضحة للجميع. تشكو العاصمة نواكشوط من انعدام دور للشباب وملاعب رياضية مجهزة، حيث لا تتجاوز دورها الشبابية 2 فقط، كما لا تتعدى ملاعبها الرئيسية نفس الرقم، وهو أمر ينتقده البعض ويعتبره لا يتناسب ومستوى الاهتمام الثقافي والرياضي لدى الشباب الذي يشكل غالبية السكان في موريتانيا. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. هل الاهتمام بالشأن الشبابي على حجم التطلعات مع واقع يشير إلى دور للشباب في العاصمة لا تتعدى الرقم 2، وهي التي نطت بها أن تكون على قدر التطلعات الشبابية في الرياضة والثقافة ومختلف الفنون، أمر لا زال الشباب الموريتاني يعيش مرارته كما يقولون؟ الشباب وجد دورا حقيقية ومثلا أماكن سميها ما شئت يجد فيها نفسه ويجد فيها ثقافته وعلمه ورياضته وتسليته مسبوغة صبغة إسلامية، لا ما ذهب إلى ما ذهب إليه الشباب عندنا وفسد. إعلان الدولة الموريتانية عن بوادر إنشاء مجلس أعلى للشباب قد يشكل بوصلة لطرح القضايا الشبابية، مع حديث عن تراجع في العطاء الشبابي وتعزيزه على مختلف الأصعدة في الثانويات والمدارس من قبل السلطات. ونهارات شكل هون نادي جديد غير ماشي لأي تطور بالنسبة قاعد الثقافة، ما معاطينها أي أهمية بالنسبة هون الثانوية العربية، والله زاد شبابها ما هو واعي لأهمية الثقافة ودور الشباب كتوعية وكثقافة وشاملة بالنسبة للموضوعات اللي يلا تعود مكتبتها عندها حياة شوي. ولئن كانت المنشآت الرياضية من ملاعب ومعاهد للرياضة قد تكون أقرب إلى الأسماء من حالها الذي يجد فيه الشباب أنفسهم
مسؤولون عن تكوين القدرات الذاتية في الرياضة والثقافة وسط غياب للتكوين والتأطير من قبل الدولة، عدا بعض الخرجات الإعلامية بحسب المنتقدين لواقع المنشآت الشبابية في دولة يشكل الشباب الرقم الأول على مستوى الهرم السكاني داخلها. تعاني مدن ومقاطعات ولاية الحوض الشرقي والغربي من انعدام الطرق، حيث تعتبر الطرق الرملية المسالك الوحيدة الرابطة في أغلب الأحيان بين معظم هذه المدن. كما يشكو طريق الأمل الذي يربط بين بعض هذه المدن من التقعر جراء غياب الصيانة، ما يتسبب في انتشار حوادث السير التي تودي في الغالب بأرواح وممتلكات العديدين. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. طرق رملية ومقاطع طرق في وضع يرثى له، وأخرى قيد الترميم والصيانة، وطرق متعثرة منذ سنوات طويلة. ذلكم هو حال أغلب الطرق التي تربط بين مقاطعات ولايتي الحوضين وتربطها بطريق الأمل. وضع مأساوي تعيشه هذه الطرق، يقول السكان إنه يفاقم من معاناتهم، فهشاشة الطرق تنعكس على حياة المواطنين، مخلفة ارتفاعا في الأسعار وصعوبة في الوصول إلى الخدمات العامة. هنا وسط مدينة النعمة، حيث ينتهي طريق الأمل، تبدأ رحلات 60، 80، 120، و250 كيلومترا نحو مدن فصالة وباسكنو وجيغني وآمرج وولاته. يأمل سكان الحوضين أن يطلع الرئيس محمد والعبد العزيز خلال زيارته لمدنهم على صعوبة الطريق، عل ذلك يسرع بتنفيذ مشاريع طرقية انقضت السنوات تلو السنوات في انتظار تحقق الوعود الحكومية بإنشائها لفك العزلة عن مناطقهم. غير أن زيارة الرئيس المرتقبة إلى الحوضين قد لا تجعله يطلع بالقدر الكافي على واقع الطرق في المنطقة، حيث تجري هنا التحضيرات لإكمال مهابط لنزول مروحية يستقلها الرئيس على ما يبدو في كافة محطات الزيارة. المهابط التي اكتمل بناء أغلبها في مدن الحوضين خلال الأيام الأخيرة بإشراف الشركة الوطنية لصيانة الطرق، اتخذت النمط نفسه في مربع يصل محيطه حدود 80 مترا يتوسطها الحرف هش، حيث تهبط عموديا مروحية الهليكوبتر الرئاسية. أبو بكر الإمام لقناة المرابطون النعمة. تنتعش مهنة الخط هذه الأيام في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، حيث يكثر الإقبال على محلات الخط لرسم اللافتات الدعائية. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. الخط مهنة تحمل بين ألوانها الكثير من التفاصيل المتقنة، وترتبط حتما بالفن أكثر من ارتباطها بالسياسة، لكنها في مدينة النعمة تكتسي هذه الأيام طابعا يميل بفعل الأجواء الكرنفالية إلى التركيز على طباعة اللافتات والملصقات الترحيبية قبل زيارة يراها المواطنون هنا فرصة أخرى لإيصال أصواتهم المكتومة بفعل البعد عن مصدر القرار. بينما يستغل الخطاطون في النعمة فرصة زيارة الرئيس الموريتاني للولايات الشرقية في تكثيف نشاطهم التجاري وجلب مزيد من الزبناء، ويعبر هذا الخطاط الذي يكافح في مهنته منذ عقدين من الزمن عن وجهة نظر لا يخفى تأثرها باللحظة. التكل الحقيقي على المسؤولين الكبار، الفاعلين السياسيين الكبار، أبناء المدينة اللي يجوا في المناسبات، كيف مناسبات مجلس الرئيس وكيف الحملات السياسية، هم اللي يجوا، هم اللي عدلوا الشغلة كاملة، والفاعلين السياسيين المحليين ما عندهم الإمكانيات الكافية أنهم يقوموا ب مخطوطات حملة كاملة، والله حملة مجلس الرئيس ذنبتها. المواطنون هنا يجدون في خطاط النعمة ما يبحثون عنه من تجهيز لطلباتهم، مما يوفر عليهم مشاق السفر إلى العاصمة نواكشوط أو ينقص عنهم تكاليف الطلب من هناك، فالعرض هنا مغري ومناسب لذوي الدخل المحدود. أنا اللي ينتمى لي واللي يسمع كلامي جاي من شر نواكشوط كامل، جبت الناس من شر نواكشوط نختارها تتم تشجع محمد والمخيطر دون كل خطة. ألوان وخطوط وأشكال لمختلف العبارات الدعائية تحملها واجهات المحلات وسطور اللافتات في النعمة، ضمن تجسيد فني يقارب الاحتراف
ويداني رغبة المواطن البسيط في نيل لقمة عيشه عبر صنعة مهنية أو صنعة تجارية يستفيد منهما الجميع. في عاصمة الحوض الشرقي يواصل هذا الخطاط وزملاؤه في المهنة عملهم اليومي الدؤوب من أجل إعالة أسرهم عبر ما تجود به تجاعيد الخطوط ومواضع النقاط، لكنهم يخشون من كساد ربما أصاب مهنتهم إذا انقضت مثل هذه الأيام. محمد عبد الرحيم، قناة المرابطون، النعمة. نهاية نشرة الأخبار من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يجري أولى محطات زيارته التي يقوم بها لولايتي الحوض الشرقي والغربي والتي تستمر 10 أيام. مناديب عمال سنيما المضربون في الزوارات يبدون استغرابهم من رفض المفد الرئاسي التوقيع على الاتفاق وينفون تهم التسييس الموجهة إليهم. وفي الرياضة تابعتم أيضا اختيار قائد منتخب المرابطون سابقا بقايوقو موساد من التشكيلة الأخيرة يثير بعض اللغط في الوسط الرياضي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.